يعني دي طريقة الحفاظ على ابتسامة اه طبعا المشاهير احنا عشان هنكون عادي تعيش خالص. أكتر. بالظبط، هتغسلي اسنانك مرتين في اليوم عادي جدا او ثلاثة. هنستخدم الخيط ما بين الاسنان زي العادي، والمضمضة إجراءات والتشيك حفاظ اب كل عليها 6 شهور عند الدكتور، نفس الحاجات الطبيعية اللي احنا ماشيين عليها يعني. يعني، دي الحفاظ عليها بيكون بالطريقة اللي حضرتك بتقولي يعني عليها. المهم ان البيشنت يتابع النصايح بتاعتنا بس. طب لو ما مشيش على النصايح يعني ممكن امتى بيبدأ يغيرها، ولا بتعيش يعني قد ايه ممكن يعني في نقول وقت؟ يعني هي بتختلف من شخص للتاني، لكن اتليست 10 سنين، مش اقل من كده والله خالص. يعني مش سنة ولا اتنين، لا 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 خالص ابتسامة خالص، مشاهير طول ما بعشر هي سنين معمولة صح وملزوقة بمواد يعني مضمونة وخامات عالية المستوى، طبعا ما فيش حاجة خالص اسمها نغيرها بعد سنة، ده صعب خالص. يبقى المركز الألماني طبعا كده عرفنا منه إن بيختار نوع ابتسامة المشاهير على حسب احتياجات الشخص، على حسب شكله. بالظبط. طيب